السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب عادل او اس اي جيمر؟ معكم مساكم خير، شو مسوين، شو علومكم؟ حلقة جديدة من حلقات ديابلو 3. احنا قاعدين نلعب كلاس المونك، وعندنا خلصنا بالحلقة الماضية القطع اللي نجمعها، والحين راح نروح ندور على اركايف او الارشيف حق زولتن. ف يعني نشوف وش السالفة، وش عنده وش ما عنده، مخبين لنا اشياء يمكننا. وبس هذا اللي عندنا اليوم، اتوقع اغلب الاشياء اللي في المقدمة بس، ولا باقي الاشياء ان شاء الله راح نتكلم عنها قريبا. نشوف بس وش فيه هنا. هنا في شيء، هنا بيطلعوني ناس. إلى الآن معنا الحلوة هذه الامرأة المائية. نشوف وش عندها. طيب خلينا نشوف هنا وش فيه. اوكي، مين فيكم أجز ومين فيكم راح بيسافر، يعني أو سافر أو إنه مسافر الحين أو إنه ممكن يسافر بكرة أو بعد بكرة يعني؟ وين بتروح اذا بتسافر؟ معليش على القافة اذا كان السؤال في القافة، لكن اذا ما ودك تجاوب لا تجاوب. ما يحتاج تجاوب يعني اذا ما ودك. نشوف هنا ان شاء الله نطلع لنا شيء كبير كويس. هذا واحد. يب، يا رب يا رب تكون شيء كويس، يا رب يا رب يا رب تكون شيء كويس يا رب. شيء مخيس يرفع الضغط ويجيب الهم ويقهر وما قاعد يطيح لي شيء حلو من يوم بديت العب. اغلب الاشياء طيحت لي من شخصيات ثانيه انا بلاقيها، ولا طاح لي شيء بالشخصيه ذي ابدا. يا ساتر يا ساتر. اخ، خلنا نجلس جلسة الجيم الحين كذا، تجلس تنسدح على الكرسي. شوف، اتوقع انه قربنا، اظن انه قربنا من المكان اللي احنا نبغاه، اظن، ماني متأكد. يمكن هنا، يب هنا الظاهر. هذول حيوانات يتفجرون يقرون. هذا المكان نبغاه احنا. Entrance to my archive. Archive يعني ارشيف بالعربي. واللي ما يدري ايش معنى ارشيف، عاد مكان اللي يتجمع فيه اشياء قديمة، اوراق، دفاتر، اقلام، خرابيط، كل شيء في الارشيف. طيب، خبر ليا مفروض تكون معانا ولا مفروض؟ اظن والله اتوقع. ايوه هذه هي جت. طيب الحين بيفتح لنا ثلاث بوابات، نروح يمين بعدين يسار بعدين في النص. She will stay here تقول. أنا لا، تخليني أروح لحالي. يلا ماني بقايل. والله لفل صديقنا. اوكي، ناخذ هذا. ناخذ الجولد اللي هنا ونهجم على اللي هناك. لا جمدوني. لا اوه والله جمدوني تو.
ما كنا بنموت بس انه هيني صديقنا. حلو نفجر هذا اول. تعالي عله، تعالي حيوان. خلينا ناخذ هذه، طبعا ما يفيدنا، وطبعا ما يفيدنا من القهر. يا الله على القهر. طيب اوكي نروح يسار نشوف هنا ايش فيه. ما في شيء في اليسار، كانوا في اليمين. تكفى يرحم أمك، طيح لي شيء زي العالم الناس، يرحم أمك. 22 هذا فيها أعلى. افتح الشست توباز و جريت هيلث بوشن. جيب بعد شوي بيجون اعداء كثير بعد. حلو حلو مرة. هذول علل يموتون يحطون تحتهم السم ذا يجيب فيك، يجيب في امك العيد. نشوف هذا شو بيبيع. حلو بس ليفل 52 ما اقدر نلبسه، ولا عندي اساسا. هو ديكستريتي و انتليجنس فاير ريزيست انكريس اتاك سبيد باي 14. والله هذا كويس بس انه يعطي برضه 14% شو اسمه، يعطي 14% اكسبيرينس. وانا ما احتاج اكسبيرينس اذا انا ليفل، اذا انا ليفل 60 ما تحتاج اكسبيرينس خلاص، تصير خلاص انه موصل اخر ليفل وخلاص. شوف هذا وشو هد وش دكتور حبيب قلبي. لا بس والله صدق يعني انتم شفتوا اساسا في التخ... في ال... في الليتس بلاي ذا شفتوا كيف كان اكثر شيء يجيني كان حق الديمون هانتر. نسوي الانلوك هذه. سبحنا هذا هذا وهذا. طيب هي وش انون ديبث شادو لوك. اوكي الحين نشوف لنا اللي مسكر البواب علينا ذا نذبحه. مو بهنا، في النص في النص في النص اكيد. نروح من هنا يسار بعدين باقي اللي في النص بعدين عاد هو نحاربه في النص جوا. جوال يرمي اوكي. عنكبوت شفاف. اهلا يا باشا ازيك، ازيك يا باشا. اوه واحد ذهبي شفتوه.
حيوان تعال تهرب مني ولا مين؟ خلنا نرجع نشوف شو طيح. انتليجنس بروف انتليجنس ما يفيدني ذا ابد. فيد ريزيستنس زي ما تكلمت من قبل وقلت عنها. والله ما في الا قوة دبج دبج. شوف هنا يلا يلا يطيح لنا ايتم حلو. والله ايتم معليش يطيح لنا ايتم حلو. جدا معليش بعد من الناس اللي حظهم خايس اساسا في الايتمات. بعد هنا في شيء؟ في ناس. في وحش ذبحناه سريع سريع. باقي هنا فورتشن حلو. فورتشن 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 شيء جميل. اوكي اوكي فيتاليتي. ما يفيد ما يفيدش. هيد مونك هنا في ناس كثير. حلو نشوف في بلوز هنا. حلو كفو. تعال يا حيوان. وكالعادة شي بايخ كالعادة. طيب يسار ولا يمين؟ لا يمين. نروح من هنا نروح تحت نشوف في شي ولا لا. ناخذ هذي اكسبيرينس وليتنا ماخذينها تو كهر. يلا ما يخالف ما يخالف. في باقي في النص ما رحنا. يبدو اننا بنلفل بعد شوي ان شاء الله. وش فيه؟ في الشيء الحلو ذا حلو. ما طيب ما طلع الا عنكبوت واحد صغير. اهلا خلي ذاك خليه يولي بس شوي. مو بهنا. يسار يمكن من هنا الظاهر. هذه من اكثر هذا من اكثر الاماكن اللي ممكن تطفش فيها. اقول لكم اياها بكل امانه يعني من اكثر الاماكن اللي ممكن تطفش فيها وتقفل معاك. خصوصا اذا كنت تلعب على شيء غير نورمال. اذا كنت تلعب على نايت مير ولا هل تطفش من جد. تطفش بقوة بعد يعني لدرجة ان بتموت كثير مرة و بتقفل معك. ممكن تقفل اللعبة حتى تسوي ريج كوت. ف ايش اسمه نبي يطلعوا الناس الحين. شوف ليش اللي طاح لنا وش اللي شلناه ما نبيه. اوه هذا حق صديقنا شكله. يعطيه فيتاليتي. والله هذا ازين 177 احسن 195. بس كم سعره ذا؟ 127 141
حتى المرشن بيسطرني لو بعت عليه انه مخيس والله. ايتمات مره 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 خايسه، تنزل تطيح لك ايتمات مره رخيصه، تجيب الهم سترينث ومش ابي في سترينث انا. هذا المكان الثاني الو ناخذها. ووو تينغ نشوف ايش اللي جانا هنا. جانا شيء جديد، هذه وش هي؟ while dual wielding you gain a 15 chance to dodge income attacks while using a two handed all spirit generous. مخيسة حلوة بس ما تصلح لي انا. increase the number of hits هذه مرة كويسة لكن اللي عندي احلى. شيء بعد في مفروض انه شيء ثاني بعد. لا ظاهر خلصنا كذا اظن. يا يلا بام بام بارارارام بام. ابيشو سترايك اوكي. هنا ما في شيء في الجهة الثانية. احنا اي ليفل الحين؟ 24. يلا ما بقي شيء ونجيب 25. عندنا لبس حتى بعد، نقدر نلبس بعد شوي. شوف هنا ايش في. اول شيء خلينا نروح نرجع نلبس اللبس اللي عندي في الشنطه وبعدين ندخل عند زولتان ما ادري ايش اسمه ذا عشان نذبح واحنا مرتاحين جدا مكيفين مكيفين مكيف. اخ مشكلة واحد سوى يعني كومنتري الحالة كذا يجي يوسوس. خلني بس ارجع البس اللبس اللي عندي في الشنطة و بعدين نشوف هل انا عندي اصلا ولا اي ليفل. يب 24. طيب هذا يعطيني اشياء حلوة مرة، اشياء مرة حلوة هذا يعطيني. نحطه هنا وهذا برضو يعطيني اشياء مرة حلوة. فبحط فيه واحدة دكستريتي وواحدة فيتاليتي فكذا يصير عندنا شيء مرة خرافي. هنشوف شوفوا كم الدامج عندي هنا، شوف الدكستريتي كم وشوف الهيلث. نايس 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 بعد مرة كويس. اوكي كذا خلصنا هذه. خلينا نحط اغراضنا اللي هنا. الاشياء هذي ابغى ارميها انا. في احد يبغى يشتري من هذول يعلمني اذا اللي يبغى يشتري يعني. ببيعهم بس ما ادري متى او ما ادري بكم ببيعهم. ف طيب لو حطيت ثنتين دكستريتي هنا بيصير عندي حول 100 دكستريتي زيادة وبيرتفع الدامج عندي لكن الهيلث بينزل. فا اول شي خنبيع الاشياء اللي عندنا ما نبغاها او ما نحتاجها. انا نبغى بعد حلو لما تفضي شنطتك تخليها مرتبة ونظيفة. طيب نرجع الحين هنا. يلا الحين نخلص بس المهمة ذي اللي هنا بعدين نروح شو اسمه نذبح زولتان ما ادري شو اسمه زولتان كول. فاين زولتان كول بادي. يلا ندور مجسم او الشباب هذا ندور. اوكي تعال. هذول اشياء مرة تقهر مرة تقهر هذول. خلاص يا اخي بعد. طيب انا ما ادري وين جسمه عاد الحين بس اظنه هنا. هو هنا اساسا. اوكي
يا حيوان لا تقعد تطير خلاص اقعد الله يقلعك. اوكي سترينث ايتش هيد 3 لايف ما نبغاها عندي اقوى منها بينزل لي دامج مره عالي. طيب واو 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 انت ساكت ما نبغاه ولا هو بهنا يا الله هم نقدر ندور الحين بربيرين شوف بربيرين ما ابغى بربيرين كمل كوفر نمشي من هنا اخوي خلاص عاد نمشي اياه والله علل علل مره هذول يعني خلاص طيب وقف حاربني تتمشى كذا تدور لا ما ابغى الايتم ذا ايوه هنا وصلنا للمكان اللي نبغاه يس ذبحنا فيتاليتي نجيب نبيعه 100 وشوي دكستريتي اكسبيرينس ما نبغى يلا نروح الحين نذبح زولتن زولتن سمثينج ما ادري وشو اخ طيب نشوف بيجن ذا ريتشوال نشوف شو بتسوي قومنا زولتن الحين من زولتن My blood thunders within me. This fetid air fills my ravaged lungs. I am alive again. You're welcome. We have fulfilled our part of the bargain. Give us the soul stone, cool. Very well. The bargain stands. Quickly to my sanctum. يلا بيعطينا الحجرة حقت اللي تخلينا نروح عند الديابلو. نشوف ايش بيبيع ذا. كوه واحد تو كان بيبيع شيء كويس خلينا نشوف شو. مو بحلو. دكستريتي 106 انتليجنس ليفل 52 هذا كان يبيع. شوف لا خلاص ضف وجهك اما يبغى 4 مليون يبغى 4 مليون عشان هذه وكاتب تشيب هو وجهه بعد ضف وجهك 4 مليون والله ما ادفع فيها 4 مليون لو ايش المشكله الست بايخ يعني مو بحلو بيموت طبعا خلاص نذبح الحين تعال يا كول تعال وذبحنا وايتمين صفر وايتم اخضر لا اوه اوكي اشوى كنت حاسب وايتم اخضر يعني من القهر طلع جورنال طف وجهك بس يعني من القهر والله توقعت وايتم تو هاند يا الله على القهر
جبت روبي، شوف خل نبيع هذا بعد. يا الله نشوف هذا وشو. هذا ما نحتاجه ان شاء الله، هذا يطلع كويس. ما نحتاج strength و intelligence، معليش مع احترامي الشديد مو بكويس ابدا، وهذا ما راح يصلح لنا. 2 hand 33 level 18، ولا هذا ما يصلح. يا الله وش القهر، وش الحظ الخايس من جد، علي حظ مره مخيس. شوف الحين ايش يصير عليها. Five lords of hell now reside within this stone. This was your doing, Adria. 20 years ago, during the darkening of Tristram, Cain told me of Zoltan Kul's profane soul stone. That's why you left me. You went to mark the demon's souls so that they could be drawn into Kul's vessel. Yes, my daughter. I have sacrificed everything for this. كلها من أم ليا، كل البلاوي الزرقاء من أمها. أوكي لازم نطلع من هنا عشان نقدر نسوي تيربورت. يلا والله ما قصرت امرأة الماء حقتنا. شوف كم يعطونا اكس بي. اوه 10000 اكس بي، نايس. طيب كذا ننهي الحلقة هذه ان شاء الله، وان شاء الله راح اشوفكم في الحلقة الجاية. شكرا للناس اللي تابعوا الحلقة، شكرا للناس اللي حطوا لايك، شكرا للناس اللي كتبوا كومنت. شكرا للناس الجديدين اللي اشتركوا في القناة، اهلا ومرحبا فيكم. يا ليت تشوفون المقاطع الثانية ممكن تعجبكم برضو. اقتراحات، اي اقتراحات يا ليت تطرحونها تحت في الكومنتات. كان معكم عادل او اس اي جيمر. تيك كير، كيب سمايلينج، السلام عليكم.